عليكم خوتي المغاربة خوتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الخوت غادي تشوفوا معايا الحلقة المفقودة من الفيلم ديال المخابرات الملكية. المخابرات الملكية لأنها كتخدم فقط المصلحة ديال الدكتاتور والديناصور محمد السادس، ديال هذا المجرم المبتز الجلاد. فهنايا باش نكونوا متفقين من الأول، أنا كانت عندي علاقة مباشرة مع القصر الملكي، يعني مع الملك محمد السادس، وهذا الشيء كاع المراسلين ديالو، كاع دوك الرسل ديالو، يعني لي ميساجي، كنبداو من أولهم المدير ديال التشريفات الملكية والأوسمة عبد الجواد بن الحاج، ثانيا وزير الداخلية مهند العنصر، هادو كانوا كيأكدوا لي أنهم هما سو سون كو دي ميساجي، يعني هما غير رسل مراسلين ما بيني أنا وما بين الملك، يعني كنتعامل مع الملك مباشرة. هنا غادي تفهموا، غادي نرجع معاكم للأول باش تفهموا الحلقة كاملة. واليوم في هذه الحلقة غادي تشوفوا شي حوايج اللي يمكن ما عمركم شفتوهم، غيكونوا فقط الناس اللي مشات قرات الكتاب ديالي هما اللي عرفوهم. وهنا غنتوجه للمشاهد، كاين بزاف الناس حيتاش هما ما سمعونيش قلت واحد الحاجة، أولا ما شافونيش قلتها، أولا ما قراوش الكتاب ديالي باش يفهموها، تيقولوا راه ما قالهاش. ماشي حيتاش ما سمعتوهاش وما شفتوهاش جا تقولوا ان زكريا ما قالهاش. الا بغيتوا تعرفوا بزاف د الحوايج سيروا للحلقه الاولى اللي درت مع دنيا الفيلالي اللي فاتت 1,700,000 ديال المشاهده، سيروا غتشوفوا فيها كل شيء من الاول حتى الاخر بلي بروف. الا نقصاتكم شي حاجه ما فهمتوهاش سيروا لديك الحلقه وغتلقاوها. حاجه اخرى، خذوا الكتاب لوم كي فولي بارلي او روا اللي خرج في ليزيديسيون كارمان ليفي، وغادي تلقاو بزاف ديال الحوايج اللي كتكونوا ما شفتوهاش. زكريا المومني النهار اللي دا بطوله العالم مشى كيدق جميع البيبان باش يكمل لونطرينمون باش يتريني مزيان، لانني في النادي اللي كنت كنتريني فيه كنت كنتريني ثلاثه الحصات في الاسبوع، ثلاثه الحصات في الاسبوع ما كافياش باش تكون بطل عالمي. دونك قلت لهم شنو يمكن لي ندير، شنو يمكن لي ندير كثر، بغيت نتريني كثر، ما خلاونيش. مشيت للوزاره، طرقت الباب ديال وزير ديال الشبيبه والرياضه، مشيت كنسجل ديك الساعه كتعمر واحد السجل واحد الورقه وكتسنى في قاعه الانتظار، بقيت كنتسنى من 8 حتى 12، كنعاود نخرج كنرجع مع جوج كنعاود نعمر ورقه واحده اخرى وكنبقى نتسنى حتى 6. في ديك اللحظه عطيت واحد العهد مع راسي، قلت غادي ندير هذا الشيء مده ديال 30 يوم غنبقى نتسنى. الا ما جاش، الا ما خرجش عندي الوزير ما خلاونيش ندخل عند الوزير من مده ديال 30 يوم غادي ندخل عنده. فعلا 30 يوم وانا كنجي كل نهار كنحط الورقه كنعمر الورقه باش الطلب ديال الاستقبال ديال الوزير، وكنبقى نتسنى في قاعه الانتظار. في العشيه عاوتاني كنخرج ما بين 12 و2 كنعاود نرجع ونعمر ورقه ونبقى نتسنى، ما عمر شي واحد استقبلني. وليت كنجيب معايا الساك ديالي تما كاينات كنتريني كندير لي تراكسيون لي بومب لي زابدومينو كندير لا سيست. وليت ساكن في ديك قاعه الانتظار. الناس اللي خدامين كنخرج معاهم وكندخل ولا كيسحب لهم راه موظف تما كاينه المده ديال شهر. نهار 30 يوم دخلت بقيت كنتسنى، وصلت 12 مشيت حليت الباب دخلت عند الوزير ديريكتومون، دفعت الباب وحليته ودخل. كان في اجتماع ناض وقف قال لي شنو وقع، قلت ليه هذه 30 يوم وانا كنجي كنتسنى، اليوم عطيت وعد مع راساتي غنبقى نتسنى 30 يوم، نهار اليوم دابا دار الشهر انا دخلت لعندك. قال لي تسناني، قال لي نسالي الاجتماع ديالي وغادي نجي عندك. فعلا سال الاجتماع ديالو جا لعندي القاعد الانتظار، قلت له شنو يمكن لوزاره الشبيبه تعطي الابطال العالميين، قلت له انا باغي نتريني باغي نكمل باغي نبقى نزيد نجيب القاب عالميين اخرى. قلت له في النادي ديالي ما كافيانيش نتريني ثلاثه الايام في الاسبوع، يعني الناس الا جا شي شخص جديد يلاه تقيد النهار الاول في النادي غادي يتريني نفس الحصه اللي معايا انا. قلت له ما يمكنش. قال لي حنا كاين واحد المرسوم ملكي اللي كيعطي الحق لاي بطل عالمي ولاي بطل فاز بميداليه فضيه او بميداليه نحاسيه، كيعطيهم الحق في واحد يعني في واحد لو بوست دو كونسيي سبورتيف. هذا حق شرعي، هذا الحق هذا هو الوزير اللي شرحوا لي عطاني كوبي ديال داك المرسوم. وهنايا الخوت غادي نخليكم تشوفوا هذه التدوينه ديال القاضي قنديل اللي يعني كلشي كيعرف المصداقيه ديال القاضي قنديل. هذا السيد قاضي كيفهم في القانون هنايا ها هو شرح في هذه التدوينه اشنا هو، واش هذا حق شرعي ام ريع، كما باسكو بزاف الناس كانوا كيقولوا ريع. هنا السي قنديل كيشرح بانه ليس بريع وبحق شرعي، حق شرعي لان كاين مرسوم ملكي وكاين قرار وزاري ديال ثلاثه الوزراء، واي واحد
اي واحد يمكن له يدخل للصفحه ديال القاضي عندي ويطرح عليه السؤال. من بعد ما بقاش الوزير، تبدلت الحكومه، ما بقاش وزير الشباب والرياضه ولا غير الكاتب العام. مشيت عند الكاتب العام قال لي من عندي ما ندير ليك، دونك فين غادي نمشي؟ شكون اللي باقي ليا؟ عليا الملك رئيس الدوله، وقلبت عليه ووصلت لعنده وشديته وعطيته لا ليت ولا بين تم الاستقبال ديالي في القصر الملكي بالرباط في التوارقه من طرف الكاتب الخاص ديال الملك محمد السادس منير الماجدي. والسبب علاش ما خديتش الحق ديالي؟ لانني طلبته كحق ماشي كصدقه. هنا غادي نمشي مباشره فين بدا التهديد بالقتل. قدام الاقامه ديال الملك في فرنسا جاء منير الماجدي كيتهدد عليا بالقتل، قال لي عندك الزهر انك في فرنسا كنت في المغرب كنا صفيناها لك، يعني كنا قتلناك. من بعد غادي نمشيو دابا مباشره نهار الاختطاف، نهار 27 سبتمبر 2010 دخلت للمغرب، وتما كاينه تم الاختطاف ديالي من المطار والاحتجاز ديالي في المعتقل السري تميره لو سياج اوفيسيال ديال لا دي جي اس تي ماروكين، وتما كاينه تم التعذيب ديالي من طرف يعني الحجاج هذاك الحاج يعني الجلادين ديال عبد اللطيف الحموشي، وتما كاينه في قاعه التعذيب شفت عبد اللطيف الحموشي بام عيني في قاعه ديال التعذيب. تمات المحاكمه ديالي بدون قضاة، لان كانوا دوك الناس اللي كانوا قدامي كانوا لابسين حوايج سيفيل، ما كانش شي واحد لابس اللبسه ديال القاضي. جوج الاسئله اللي سولوني، واش كتعرف هذا الاسم؟ واش كتعرف هذا الاسم؟ وتما كاينه في ديك القاعه انايا بالمينوط، وكنغوت كنقول ليه افلان السي. انا الحاجه الوحده اللي كنعرفها هو نهار دخلت نهار 27 سبتمبر 2010، ديجا اليوم بغيت نعرف اش من دار حنا اليوم، وكنهز على رجليا الجين من الدم، رجلي مازال فيهم لي تراس ديال الدم وكل شيء. كنقول ليه هاد الناس هادو راه عذبوني، ها شنو كاين واشنو كاين؟ ما بغى حتى واحد يتصنت، تيقول لي ديو 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 حتى تلقى راسي في الحبس. ديك الساعه في الحبس تنتصل من التليفون ديال السجناء، كنتصل بالزوجه ديالي ولا غدين كيجي عندي النقيب عبد الرحيم الجامعي، وكيعاين بعينيه الاثار ديال التعذيب، وكيتاكد له انه فعلا كنت في تميره، لانه في ديك اللحظه كان كيقلب عليا بارتو، ما لقاني لا في كوميساريه، ما لقاني في حتى شي محكمه، في حتى شي بلاصه، كان كيقول لهم هذاك فعلا كان اختطاف، ما كنتش في شي بلاصه اللي رسميه. من بعد هذا الشيء هذا نهار الاثنين تم الحكم ديجا عليا بثلاث سنين ديال الحبس، يعني نصبت على واحد جوج الناس ب 1200 اورو للواحد. هاد جوج الناس ما عمرهم جاو، والنائب عبد الرحيم الجامعي دار يعني الى مونداتي لويسي جوستيس، يعني صيفط واحد عون قضائي باش يقلب على دوك الناس، مشى كيشوف العناوين خاطئه والاسماء خاطئه، ما كاين حتى واحد. ومنين جينا هادشي جبناه للمحكمه، وطلب النائب عبد الرحيم الجامعي طلب يعني المواجهه مع داك الضابط اللي حرر المحضر، والمحكمه رفضت. دونك هاد المسرحيه كامله كلشي العالم كيعرفها، ولحد اليوم هادشي دابا شحال من 2010، حنا دابا داخلين على 2022، يعني 12 عام تقريبا، ما عمر هاد الناس ولاو جاوا بتصريح، ولاو شفناهم، ولاو خرجوا جاوا. حنا فاش كنشوفوا شي مشكل ما بين جوج الناس كيمشيو يجيبوا ولد خالت مول صاحب مول العرس، وكيجيبوه يديروا معاه استجواب، وما قدرتوش يجيبوا هاد جوج الناس اللي قالوا. دونك هنا باش تفهموا هاد الاجرام ديال هاد الدوله الاجراميه، ولا كتمشيو تجيبوا الناس دابا كتقولوا هذا راه كان كيعرف زكريا، هذا شاف زكريا في الطوبيس، هذا كان مع زكريا في النادي، هذا كتجيبوا شي ناس ما عمرني شفتهم ما عمرهم كانوا كيعرفوني، وكتبداو تغلطوا الراي العام، زعما كيسحب لكم كتستحمروا الشعب، كيسحب لكم هذا الشعب هذا راه ما فاهمش وراه ما واعيش. علاش ما جبتوش لينا هاد الناس فعلا اللي قالوا انني نصبت عليهم؟ ياك هذه 12 عام علاش ما عمرهم بانوا؟ وبزاف هاد الشيء هذا محمد السادس، وبزاف هاد الشيء عبد اللطيف الحموشي، وبزاف هاد الشيء منير المجيدي، ورا الشهاده ديالكم راه عالميه، والفضيحه ديالكم عالميه. دونك هنا الخوت هنا غادي ندخلوا مزيان في الحلقه المفقوده، في داكشي اللي ما بغاوش يبينوه المخابرات الملكيه، داكشي اللي بغى محمد السادس بغى يخبيه. دونك هنا ديك الساعه انا في الحبس، المفاوضات بدات في الحبس، جا عندي المراسل ديال الملك عادل بن القايد للسجن، وتما تيقول لي راه الملك عرف انك يعني بريء، وانه غادي يعفو عليك نهار عيد الميلاد ديالك، وانه غادي يستقبلك وغادي يحاكم الجلادي. زكريا المؤمني جمع حوايجك غتخرج دابا. تما كاينات قلت فعلا عادل بن القايد داكشي اللي قال لي ديال الملك غيعفو عليك نهار عيد الميلاد دارو، وخرجت فعلا بعفو ملكي نهار عيد الميلاد ديالي. دونك هنا الخوت حتى لهنا رديتكم في الصوره، هنا دابا تبعوا معايا مزيان وغادي تفهموا اللغز ديال هاد النادي
اللي قال لكم انا كنبتز به الدوله وكنبتز به الملك. هنا غتفهموا مزيان. دونك النهار اللي خرجت فيه في الحبس في نفس النهار بالليل انا كنتعشى مع العائله ديالي حتى كيصوني التليفون شكون عادل بن القايد المراسل ديال الملك تيقول لي ضروري غنشوف كعيط لي من المطار يلاه نزل من فرنسا جاي مطار الرباط تيقول لي ضروري غادي نشوفك تنقول له راه ما يمكنش اليوم انا كنتعشى مع العائله وما يمكنش يلاه خرجت اليوم تيقول لي ضروري عندي واحد الميساج تري تري امبورطون ميساج جد مهم ديال الملك خاصني نوصلو لك صافي عطيتو العنوان شي عندي للدار ديال جده دوك خرجتهم كاملين قلت لهم يمشيو للجهه الاخرى بقيت في الصالون انا والوالد والوالده دخل عندي بمجرد ما دخل ويمد ليا قال لي هذا الكادو ديال من طرف الملك بارفان ارميس وما كان هو يقول لي راه الملك مستعد يشوفك ولكن كاين شرط خاصك تكتب لي رساله ديال الشكر ليه عاد باش يستقبلك تما كاينه وانا نجاوب قلت له بكل فرح نكتب له رساله الشكر ولكن تنشوفو ملي نشوفو نكتب له ديك الساعه الرساله ديال الشكر تما كاينات ما بقاش كيهضر معايا دار مباشره تكونسونطرا مع الوالدين وبقى كيهضر مع والديا كيقول لهم زكريا دابا خاصو ينسى هذا الشيء الفو تورني لا باج يعني يطوي هذه الصفحه وخاصو يفكر في المستقبل ديالو وراه الملك مستعد يفينونسي ليه واحد لو كلوب دو سبور يعني الملك مستعد يمول ليه واحد المشروع ديال نادي رياضي اذا هنا الخوت القضية ديال لو كلوب القضية ديال النادي الرياضي بدات الليلة اللي خرجت فيها من الحبس ماشي زكريا المؤمني كما كيقولوا هاد المجرمين هو اللي بغى يبتز المغرب وبغى يبتز الملك قال له تعطيني الكلوب بزز وهما بداو معايا في القضية ديال الكلوب النهار اللي خرجت فيه من الحبس والليلة الليلة بدات وبدات يقول الوالدية انه راه خاصو زعما يضرب الحديد ما حدو سخون وانا راه كنعول عليكم يعني باش تقنعوه باش الوالدية يقنعوني انا ولا غدين عيط ليا بقى لاصقني ضروري خاصني نمشي نشوف الكلوب ديالو باش يوريني زعما شنو عطاه الملك تلاقيتو في سلا جديده وراني داك الكلوب ديالو في قاعه فيه لتحت يعني بريسينغ مصبانه وفي قاعه الحفلات وقاعه ديال السبور تقريبا واحد اللوكال ديال واحد 1000 متر كاري وقال لي يمكن لك تطلب الملك بحال هاد لاصال هادي اللي بغيتيها يعني طلب الفينانسمون وتبني لاصال ديالك اولا تلقى شي لوكال يعني اي حاجه بغيتها غادي الملك يعطيها ليا وزاد قال لي ولكن دابا عرفتي شنو خاصك تهز شويه رجلك على لي ميديا وهذا ما تهضرش مع لي ميديا باسكو انا من النهار خرجت من الحبس في ديك الساعات الاولى ديجا بديت الروبورتاجات باغ تيليفون مع تي في 5 موند مع اوروب 1 ار اف اي هادو ديجا بديت معاهم الروبورتاجات بالتليفون ملي خرجت من الحبس بدا ديك الساعات يقول لي ما خاصكش تبات الصحافه وهذا الشيء هذا هز رجلك شويه على هذا الشيء دونك هنا الخوت باش تفهموا ان القضيه ديال النادي بدات النهار اللي خرجت فيه من الحبس هاد القضيه ديال المشروع ديال الكلوب هما تيقولوا لي خاصك تضرب الحديد ما حدو سخون ولقى لي ميم ان لوكال قال لي ها هو كاين لوكال هنا الا بغيتي وقلت له انا باغي نمشي دابا ندخل لحالاتي لفرنسا نشوف الزوجه ديالي وهادشي تما كاينات بغاو يزربوا عليا وبغاني نضرب الحديد ما حدو سخون وقال لي تما كاينه زعما كتب لي الرساله ديال باش تشكر الملك وقلت له غنشكر الملك حتى نكون دخلت عنده ملي ندخل عنده ونخرج نكتب له رساله ونشكره دونك هذا الشيء كامل الخوت اشنو كيوضح علاش هذا زكريا المؤمن نصاب كما كتقولوا واش كاين شي نصاب كيخرج من الحبس كتجيو عنده وتعطيوه الكادوات واش هذه كتدخل العقل واش راحوا للشعب المغربي ماشي تبقاو تستحمرونا فين عمركم شفتوا شي واحد نصاب الملك محمد السادس مصيفط ليه مراسل كيجي عنده للحبس كيقول ليه راه نهار عيد الميلاد ديالك غتخرج من الحبس وفعلا نهار عيد الميلاد ديالي كنخرج من الحبس وكيفاش هذا انسان نصاب كيخرج من الحبس كيجي عنده المراسل ديال الملك كيجيب له الكادوات ديال الملك كيعطيه الريحه وكيعطيه المكانه كيفاش هذا نصاب كتجي كتقول له غادي نعطيوك واحد النادي وضرب الحديد ما حدو سخون واختار اللي بغيتي الفينونسمون نبنيو لك لاصال تلقى اللوكال نشريوه لك ها حنا لقينا لك ديجا لوكال دونك هنا الخوت هادي هي البدايه ها هي الصوره دابا كتوضح لكم دونك من بعد هادشي الخوت ما كتبت حتى شي رساله لا للملك لا حتى شي واحد ما خديت حتى شي حاجه ما ضربتش الحديد كما قالوا ما حدو سخون مشيت في حالاتي رجعت لفرنسا منين دخلت لفرنسا
درت كونفيرونس دو بريس يعني ندوه صحفيه في لو سياج ديال لاي في دي اش لا فيديراسيون انترناسيونال دي ليغ دي دروا دو لوم. وتما كاينه طلبت مباشره استقبال ملكي باش نعاود للملك التعذيب اللي تعرضت له في المعتقل السري تمارا اللي كيبعد تقريبا بجوج كيلومتر على الدار ديالو. وصيفط رساله للقصر الملكي كنطلب استقبال ملكي باش نعاود له التعذيب اللي تعرضت له. تما كاينه اتصل بيا المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه عبد الجواد بن الحاج. من بعدها جا عندي عادل بن القايد عاوتاني كيجري لفرنسا، هادشي 2012. دونك هنا الخوت وصلنا للقضيه كلوب دو سبور عاوتاني، ولكن طلعنا بجوج المليون الاورو. هنا فين تعكلات كنقول له اوكي تعويض مزيان، تعوضوني على التعذيب اللي تعرضت له وعلى داك السنين اللي دوزت العذاب، ولكن راه خاصكم تحاكموا الجلادين. الجلاد عبد اللطيف الحموشي هذا مخرج الافلام الاباحيه خاصو يتحاكم. اشفار والجلاد منير المجيدي خاصو يتحاكم. هنا القضيه تعكلات، هما بغاوني نقبل داك الكلوب بدون محاكمه الجلادين. وهنا الخوت غنخليكم تسمعوا التسجيل، لان التسجيل من بعد فاش اتصل بيا تيقول لي راه ديك المره فاش اخر مره تلاقيت معاك راه كنت كنقول لك طلب من الملك اللي بغيتي، يمكن لك تاخذ كلوب بجوج المليون الاورو. سمعوا هذا لونغوجيستغمون الخوت. Non, non, mais moi je vais t'expliquer juste un truc. Non, ouais, laisse-moi t'expliquer par rapport. Il fait pour développer ton club comme il a fait pour le mien il y a très très longtemps, en 2004. Il a contribué pour que je fasse un club. Quand j'ai arrêté les... quand j'ai fait mes JO et les dernières Olympiades, j'ai demandé, il m'a aidé pour construire mon club. J'avais une partie le crédit, j'avais une partie perso et il m'a donné un chèque. Donc moi je t'ai dit, demande quelque chose. Peut faire un club à 2 millions d'euros parce que déjà moi j'ai fait des consultations pour avoir un club et je sais qu'est-ce que ça coûte un club en France, je sais qu'est-ce que ça coûte un club au Maroc. Mais moi Adil, le problème dans tout ça c'est moi j'ai demandé la justice d'abord, tu vois. Donc كيف ما سمعتوا هنايا الخوت، سمعتوا بودنيكم السيد تيقول يمكن لك تطلب من الملك اللي بغيتي، ويمكن لنا نعطيو كلوب بجوج المليون الاورو لانه هو عارف شنو كيسوا كلوب في المغرب وشحال كيسوا كلوب في باريس. واش كيجاوبوا زكريا المومني؟ تنقول له وياه، ولكن انا راه شنو قلت لك ديك المره؟ راه انا جي دوموندي لا جوستيس دابور، انا راه طلبت العداله هي الاولى. العداله هي محاكمه الجلادين منير المجيدي وعبد اللطيف الحموشي. اذا هنا الخوت اللي كيقول لك هادو جيت انا للمغرب وكنبتزهم وكنبتز الملك، وها انتما كتشوفوا الفيلم دابا الحلقه المفقوده. النادي بدا في المغرب، ها حنا وصلنا لفرنسا، ها حنا مازال جايين داكشي المفقود، ها انتما غتشوفوه. دونك من بعد هادشي هذا ادخل معايا على الخط واتصل بيا وزير الداخليه مهند العنصر. ديك الساعه وزير الداخليه مهند العنصر ومدير التشريفات الملكيه والاوسمه عبد الجواد بن الحاج بقاو كيتصلوا معايا تقريبا مده ديال العام، كلهم كانوا كيطلبوا مني نطلع ولا شي حاجه. ديما كنت كنرفض، كنقول لهم الوحيد اللي يمكن لي نشوفه هو الديناصور محمد السادس، ما كاينش شي حد من غيره. لان في ديك الساعه الخوت انا كنت باغي نشوف الملك ونقول له حاكم الجلادين. وهنا غادي نخليكم تسمعوا التسجيل ديال وزير الداخليه. Comme vous le savez, moi, je suis un peu, pas tout à fait le facteur, mais je suis, disons, un peu de tout ça. J'ai regardé ça et oui. Je m'apprête donc à faire part de cela, de ce qui est dans ce courrier. Disons, enfin, j'ai fait le droit, puisque c'est moi qui ai chargé un peu de recevoir tout ça derrière. كيف ما سمعتوا هنايا الخوت كيهضر مع المدام و تيقول ليها راه توصل بالرساله وراه وصلها للملك. هنا الخوت الحلقه المفقوده في هذه القضيه هذه هو النظام الملكي الهمجي بغى يكذب على الشعب المغربي، وبدا تيقول باللي انا في ديك الرساله صيفط فيها طلب ديال الكلوب. هذا الفيلم ديال المخابرات الملكيه. هنا الحقيقه كتبت له بغيت رد الاعتبار وتحقيق العداله ومحاكمه الجلادين، وكتبها لهم كبيره
عبد اللطيف الحموشي اللي شفته في قاعه ديال التعذيب، منير المجيدي اللي تهدد عليا بالقتل قدام الاقامه ديال الملك فرنسا، وكتبت لهم وشرح لهم ان فاش كانوا كيعذبوني يعني تحت اشراف عبد اللطيف الحموشي، كانوا تيقولوا لي وهذا الشيء هذا باش تعلم مره اخرى تمشي دير مظاهره قدام الاقامه ديال الملك، او باش تعلم مره اخرى تهضر على منير المجيدي في لي ميديا. و تيقولوا لي انهم هما متابعين لا لوزاره الداخليه ولا لوزاره العدل، هما كيخدموا مباشره مع الملك، وهذه الاوامر ديال الملك والمجيدي. هذا الشيء هذا كتبته وصيفطته للملك، هذه هي الرساله اللي كيقول العنصر انه توصل بها ورا يعني المضمون ديالها وصلوا للملك، ومن غير المضمون ديال هذه الملك براسه صيفطله رساله عبر المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه، وكنقول له فيها نفس الهضره. هنا غادي نرجعوا الوزير الداخليه محمد العنصر باش تشوفوا هنايا السيناريو كيفاش داير، كيفاش تم الاستدعاء ديالي للمغرب باش نطلع مع الملك. دونك هنا كيف ما سمعتوا الخوت، وزير الداخليه تيقولها بفمه، تيقول لك يعني انه ماشي كيحاولوا يلعبوا معايا كاشكاش ولا يحاولوا يبيجيوني زعما يحاولوا يديروا لي شي فخ، وتيقول اني ابسوليمون با كيستيون دو فو جوي ان تور، يعني راه من المستحيل غنجيو نديروا لك شي قالب زعما ولا شي حاجه، يعني ما غاديش يتونجاجاو في هاد لافير باش يبيجيوني. دونك هنا باش تشوفوا الخوت، هادي راه المؤسسه الملكيه، هذا راه القصر الملكي، هذا راه الملك محمد السادس، المراسلين ديالو كيفاش كيهضروا، خاصكم باش هنا تعرفوا الخوت. هاد الوزير الداخليه محمد العنصر والمدير ديال التشريفات الملكيه راه كانوا غير البياضق ما بيني وما بين الملك محمد السادس، هادو كانوا المراسلين البياضق. وهنا كيطمئني وتيقول لي اللي راه الملك اللي مكلفني بهذا الشيء هذا، والملك اللي مكلفني باش نستقبلك، وراه غادي تجي على ود استقبال ملكي. وهنايا غادي ندوزو غادي نسمعكم حامد الشنوري اش كان كيقول المدير المركزي ديال الاستعلامات العامه، اشنو كان كيقول ليا وكيفاش كان كيهضر معايا، خليكم تسمعوا هذا الفيديو. Oui, vas-y. Moi, je vous dis en toute sincérité, profitez de l'occasion et venez. Ouais. Parce que profitez de l'occasion et venez. Ouais. Et voilà, on laisse tout ce qui s'est passé à part. Ouais. Et vous faites le déplacement. Et on est là pour ça parce que il faut pas douter, il faut pas trop douter. Donc, là, كيف ما كتسمعوا هاد حميد الشنوري تيقول لي غادي نهضر معاك بتوت سانسيريتي، يعني بكل اخلاص، يعني بروفيتي دو لوكازيون اي فوني، بروفيتي دو لوكازيون و اجي. و تيقول لي الفو با ترو دوتي، يعني ما خاصكش تبقى تشكتك بزاف، لانني انا كنت كنبين لهم راه اخر مره كنت في المغرب راه تم الاختطاف ديالي، الاحتجاز، التعذيب، ودوزت الحبس. وغنخليكم تسمعوا هاد لونغوجيستخمون واحد اخر باش تفهموا شكون اللي خلص الطياره وكيفاش تصيفطوا ليا لي بيي ديال الطياره. Bien sûr, comme ça, si on peut consulter, oui. Deux. C'est... Oui. Deux, c'est le 2. 2. Alors, O. O. O comme Oscar. Oui.
Oui. Patrick. Oui. I comme Isobor 24. 24. Ça, c'est votre code. 24. Donc, كيف ما سمعتوا هنايا الخوت كيقول لي لي ريزيرفاسيون اون ايتي فيت او نيفو دو لا رام يعني الشركه ديال لا رام هي اللي خداو لي فيها لي بيي دافيون وهنايا كيعطيني لو كود ديال لا ريزيرفاسيون دونك هنا الخوت واش هذا اللي كيجي بتز المغرب وكيبتز المالك واش غادي تصيفطوا ليه البيي ديال الطياره دونك هنا الخوت قبل ما ندخلوا علمنا السلطات الفرنسيه ان وزير الداخلية مستدعين للمغرب باش نشوف الملك محمد السادس دونك فعلا دخلنا داونا لوطيل لا تور حسان بالاس اللي في الرباط اللي هو في الملكية ديال الديكتاتور محمد السادس وتما كينات بداو كيجيو عندنا ودات المفاوضات وهنا غتبان لكم الحلقة المفقودة من ذاك الفيلم ديال المخابرات الملكية دونك تما كاينات ما شفناش الملك ولكن استمرت المفاوضات وهنا بداو تيقولوا لي هذا الشيء هذا غادي نعطيوك التعويض المادي التعويض المادي على الاختطاف على الاحتجاز على التعذيب اللي تعرضتي له عند عبد اللطيف الحموشي على الاعتقال التعسفي هذا الشيء هذا بيناتنا هو التعويض المادي التعويض المادي على هذا الشيء اللي عشتي ولكن يا زكريا الى مشات تعرفات هذه القضيه يعني غادي نقولوا بان الملك جينيرو وبغى يهدي البطل العالمي واحد النادي في باريس وطلعوا معايا لا صوم ما بين 5 مليون حتى 6 مليون الاورو وهنا الخوت بدا تيقول لي وكيعاود معايا تيقول لي دابا هذه هي لا فيرسون اللي غنتفقوا عليها هذا تعويض مادي على التعذيب وعلى هذا الشيء اللي عشتيه هنا تبعوا معايا مزيان الخوت هنا تعويض المادي هادشي بيناتنا حنا متفقين تعذبتي تعرضتي للتعذيب الاختطاف الاحتجاز دوزتي السجن التعسفي هادشي بيناتنا حنا متفقين عليه وهذا هو التعويض المادي ولكن الى مشات تعرفات غادي نقولوا باللي فوالا مع انت بطل عالمي لقيتي واحد الكلوب في باريس وظهرتي مع الملك والملك بغى يشري لك هاد الكلوب هذا وبغى يعطيك هاد الكلوب هادي هي لا فيرسون اللي قال ليا وبدا تيقول لينا واش فهمتيها اياه يلا عاودوها معايا وهنا الخوت داكشي اللي في الفيديو مقطع ومقاد ومصايبينو على الطريقه اللي بغاو هما وهما راكم عارفين عندهم الامكانيات كامله باش يقادو داكشي وهنايا الخوت حتى في السؤال واحد الوقيته تيقول زعما شنو هو دابا هاد الثمن هذا هاد لارجون سا ريبريزونت كوا وهو غير قبل منا كان كيقول لنا هذا التعويض المادي على التعذيب والاختطاف والاحتجاز تما كينات يعني حفظتوا لا فيرسيون جديده شنو هي هذا السؤال فانا بقيت كنشوف حتى واحد حتى تقول ليه مادام تقول ليه لو بري دي لوكال هذا الشيء هذا هذه لا فيرسيون اللي عاطينا هذاك الشيء اللي بغاو يبينوا هما وهذا الشيء اللي مقادينه مقطعينه ملصقينه ولكن الحقيقه راه بدات من النهار اللي خرجت من الحبس الخوت القضيه ديال النادي بدات النهار اللي خرجت من الحبس وتما كينات شفت راسي حاصل لاننا انا جيت باش يستقبلني الملك هذا هو الاساس اللي جيت عليه انا المفاوضات تفرضات عليا تما ماشي زكريا المؤمني جاي من باريس للمغرب باش يتفاوض معاهم لا المفاوضات هما اللي بداوها معايا وهما اللي كانوا كيجيو عندي حتى لباريس يتفاوضوا معايا انا قلت لهم جاي نشوف الملك هذا اجرام هذه خيانه هذا الكذوب من المؤسسه الملكيه لانني انا هضرت مع الملك وطلبت الاستقبال الملكي من عند الملك وجاوبني الملك عبر المراسلين ديالو كما كيقولوا حنا غير المراسلين حنا غير المراسلين ما بينك وبين الملك اذا الملك هو اللي استدعاني وجابني باش يصورني عريان انا والزوجه ديالي لان هنايا كنعاود نقولها ونأكدها باش تفهموها مزيان زكريا المؤمني جا للمغرب من اجل استقبال ملكي ما جيتش باش نتفاوض المفاوضات فرضت عليا تما كاينات هما اللي بداو كيتفاوضوا معايا وتقول لي ها شنو غنعطيوك ها شنو غنديروا ليك مي كنلقى راسي فواحد البياج كنلقى راسي فواحد الفخ
مشيت معاهم في داكشي ديالهم، قلت لهم اييه مزيان هذا الشيء هذا، وغادي نديروا كاع هذا الكلوب، غادي نعطيه الاسم ديال نادي محمد السادس، وها هي مكتوبه في الكتاب. هذا الشيء انا هضر عليه في 2015، والقضيه ديال 10000 اورو هذيك الليله اللي غنمشيو فيها. يعني حنا غادي غدا بالليل جا عندنا حميد الشنوري وقال هذه سي لا بار دو مسيو المينيستر، هذه من طرف الوزير، هذه سمعناها، ولكن الطرف الاخر اللي حيدوه هو هذا، راه قال هذه دو لا بار دو مسيو المينيستر ان بتي كادو دو سا ماجيستي، هديه ديال الملك. هذاك الطرف ديال الهديه ديال الملك حيدوها هما، هما وراو داكشي اللي بغاو، وداكشي اللي ما بغاوش ما وراوش. واش فهمتوا الخوت؟ هذيك ال 10000 اورو كانت هديه من عند الملك، هديه من عند الملك. اش غنقول له؟ تيقول لي هو هذه مسيرتها لك وزير الداخليه، هديه ديال الملك، وهذيك الورقه اللي سينيت هذيك رسميه، وفي ديك الورقه كاتبين فيها وصل الاستلام ديال هديه ديال 10000 اورو. وزاد بدا تيقول لي احسب، وقلت ليه ما غاديش نحسب الهديه، ما كتحسبش، ودرتها في لونفلوب وحطيتها. ومن بعد الحلقه عاوتاني اللي مفقوده اللي ما كايناش هنايا، راه طلب مني باش ندير رساله ديال الشكر للملك. ها هي نخليكم تشوفوها هنايا. دونك شفتوها هنا، هادشي ما تقالش، هادشي هذا راه قلت لكم، داكشي مقطع مفصل، وداكشي تقاد على داكشي اللي بغاو هما هنايا. ها هو داكشي اللي ما قالوش، احنا كنوضحوه للشعب المغربي. دونك انايا قال لي دير رساله شكر للملك، وقلت له لا، قلت له غادي ندير رساله الشكر ملي نوصل لباريس، تنوصل وغادي نديرها على خاطري ديك الساعه، وغادي نصيفطها له، لانني ديك الساعه كنت عارف راسي تما كاين شي قالب تما كاينات، اش من رساله غنكتب لك ولا هذا رساله ديالي؟ انا جاي نشوف الملك ما شفتوش، تقول لي رساله على 10000 اورو، ما كاين لا رساله لا والو، ما درتهاش. دونك من بعد هذا الشيء هذا، ملي مشى هو، كيفاش هذا الشيء هذا؟ شنو في هذيك، شنو في ديك الفلوس؟ جبت ديك لونفلوب وبديت كنقلب ليكون فيها شي ميكرو ولا شي حاجه، لانني ما كنتش كنظن ابدا ان الملك محمد السادس امير المؤمنين اللي كيقول لنا جدو الرسول غادي يكون مستدعيني، ويقدر شي واحد يصورني بدون العلم ديالي. ما يمكنش بالنسبه لي، ما كانتش كتدخل ديال عقلي. كنت يعني في الثقه، كنت في الضيافه ديال امير المؤمنين، ضيافه ديال الملك، وكنت في الدار ديال الملك والموطيل ديال الملك هذاك، وعرض عليا الملك. فكيفاش غادي نفكر انني في ديك اللحظه غنكون انا والزوجه ديالي في الموطيل، والملك اللي مصيفطني، وهيدا الملك هو الواحد اللي غيقدر يصورني؟ لان شكون هو هذا اللي غادي يقدر في المغرب يدير شي حاجه منه لراسو، ونتايا الضيف ديال الملك؟ هذه اللي بغيتكم تفهموها المغاربه، ملي كتكون انت الضيف ديال الملك، ملك البلاد، هو اللي مستدعيك، هو اللي جايبك، هو اللي عارض عليك وحاطك في لوطيل ديالو، واش غادي شي واحد يفكر ان شي واحد اخر من مور الملك يقدر يصورك ولا يدير لك شي حاجه ولا يسجلك ولا يدير شي حاجه؟ راه ما يمكنش تطيح لك على البال، وما يمكنش شي واحد فعلا يتصرف بهذا التصرف من غير الا ما كانش اوامر ملكيه، من غير الا ما كانش عندهم لو فو فيغ ديال الملك، ما يمكنش. هذا هو الخطوره ديال الامر الخوت. لذلك انا ملي شديتها كيقولوا كيحسب الفلوس، كيحسبهم، واش كاين شي واحد كيحسب 10000 الاورو غير هكا ثلاثه الورقات؟ واش 10000 الاورو فيها ثلاثه الورقات؟ دونك هنا اللي خطير في هذا الشيء هو كيفاش تجي عند الملك وتصور وتهدد بداك الشيء. اذا الملك هو اللي كيصور في المغرب، هذه راه ديال الخوت، راه ماشي هذه، راه النظام كون كانت في شي دوله ديمقراطيه راه النظام يطيح. وهنا بديت كنهضر مع الزوجه ديالي، حتى نقول ياك ماشي قالب هذا، كيفاش؟ بديت نقول لها واش عندنا الحق نخرجوهم؟ ماشي واش عندنا الحق نخرجوهم من المغرب؟ من المغرب راه يعطيوك حتى مليار تخرجوه، يعني واش عندنا الحق نوصلوا بهم لفرنسا؟ هو ديك الساعه انا في واحد الحاله في شكال، لان كنشوف بعدا القالب تما كاينه، جاي نشوف الملك ما شفناش الملك. اخر مره انا كنت في المغرب تختطفت، احتجت، تعذبت، دوزت 18 شهر ديال الحبس تاع السوفي، تما كاينات معايا الزوجه ديالي، يعني وليت كنقول شنو هذا القالب؟ اما تما ماشي كنفكر نخرجها، اما نخرجها راه نخرج معايا يعطوني تباليزه فيها الملاير راه غتخرج تما كاينات. كيفاش هذا؟ واش كاين شي قالب فرنسا؟ واش عندنا الحق ندخلها ولا ما ندخلهاش؟ تما كاينات، قلت ليها وي غادي تاخذي انت 3000 وانا غادي ناخذ معايا 7000،
ونزيدكم من مور هادشي. قال لك هما صافي راه ساله وراه مشى. فين مشيت انا؟ هزيتها وراه مشيت للجهه الاخرى، راه تما فين عندي لا شوم. انا غنزيد لكم واحد التفاصيل وحده اخرى، حيات 3000 وخليت 7000 ونعاسنا. ولا قدلين من خارجين تما كينات نط وبقات عاوتاني داك الوسواس. انا دابا غندي معايا هادشي، الا دخلت بها تما كينات واش غيكون شي مشكل؟ يقدروا يكونوا دايرين شي قلب. ما كاينش، ما بقيتش تايق، تما بقيت مرون. بديت نقول اش تاني كاع على الصداع. حيدت المدام داكشي، رديت داكشي وكتبت لهم ورقه، كتبت لهم شكرا بزاف، ولكن انا راه جيت نشوف الملك ونخليتها نشوف الملك وناخذ من عنده ديك الساعه اللي غيعطيني شي حاجه كادو هو ناخذه من يدو. صافي وخليت لكم داكشي ومشيت. هاد المجرمين هادو علاش ما جبتوش هاد الشيء هذا للقضاء؟ هذا هو اللي بغيت نقول لكم. هنا الخوت ها انتم شفتوا هاد الشيء كاتبو هضر عليه قايلو لا فيرسيون اللي عطاوكم هما الفيلم المخابراتي الملكي هو اللي بغاو يمانيبيليو به الشعب المغربي. والقضيه ديال قال لكم انني اليوم بغيت نكون سفير ديال المغرب، هادو مجرمين كذابين. هذه اي بطل عالمي كتقال بمثابه سفير، فهو سفير ديال الدوله ديالو. الفنان المغربي فهو سفير ديال المغرب، البطل العالمي فهو سفير ديال المغرب. هادشي اللي هضرت بهذا المعنى، ما كتمش عطيني سفير، اش جابني انا للدبلوماسيه؟ يا المجرمين كتبغيو تحرفوا الكلام ديال الناس كامل. ولكن زكريا المؤمن كاين هنايا باش غيوري الحقيقه للشعب المغربي، وغادي يفضح الاجرام ديالكم يا المجرمين، وغادي يفضح هادشي كامل اللي كيتصور. اليوم اكدتو بالبرهان بالصوت والصوره داكشي اللي كنت كنقول من النهار الاول. الحقيقه من النهار الاول اليوم داكشي اللي كنت كنقول انتم جبتوه لنا بالصوت والصوره، اكدتوا كل شيء اللي كنت كنقول، اكدتوا على اساس ان زكريا المؤمني تم الاختطاف ديالو، تم الاحتجاز ديالو، تم التعذيب ديالو عند عبد اللطيف الحموشي. هذا الشيء كاين ثابت بالعداله الفرنسيه، وثابت هنايا بالفيلم ديالكم اللي جبتوا اكدتوا هذا الشيء هذا الشعب المغربي. وهنايا ارانا دابا ندخلوا للصحيح. انا ينصب، انا كنبتزك، انت الدوله المغربيه ما قدرتيش تشديني وتديني تحاكميني. هادي راه ماشي شخص كنهددو في الدار وتنقول ليه واعطيني الفلوس ولا غادي ندير لك شي حاجه ولا هذا. هادي راه الدوله، انا راجعي عند الملك، هذا راه الملك، راه هو عنده في يدو القضاء، في يدو المخابرات، في يدو كل شيء. علاش ما شدنيش ديك الساعه؟ هذيك الساعه الحموشي، هاد الجلاد، هاد الخبيث مخرج الافلام الاباحيه، كيصور فيا وكيتفرج فينا. ياك هو كيمشي يفكك الخلايا وكيدخل عليهم ويشدهم، وعنده السلاح وعنده كما قلت لكم هادشي كامل. واش ما قدرش يشد زكريا المؤمني هو والزوجه ديالو في وسط لوطيل عندكم؟ ودابا هنا بغينا يشرحوا لينا واش نصاب كتعامل معاه المؤسسه الملكيه؟ واش نصاب كيتعامل معاه مباشره مع الملك؟ واش نصاب كيجيو عنده النهار اللي خرج من الحبس تيعطيوه كادو، كيعطيوه مكانه والريحه، كيقولوا ليه غادي تاخذ نادي رياضي، كيجيو عنده لاقدين كيوريو عاوتاني النادي، كيقولوا ليه ضرب الحديد ما حدو سخون، هاك اللوكال، ها اللي بغيتي، كيمشي في حالته، كيجيو عنده الباريس كيقولوا ليه عاوتاني هاك الكلوب، نشريو لك نادي بجوج المليون د الاورو. وغنرجعوا هنايا للحلقه المفقوده عاوتاني، اشنو قالوا لي من بعد هادشي ديال التعويض ومن بعد هادشي ديال الكلوب؟ قالوا لي في الاخر ولكن بشرط، راه خاصك تفاهم مع منير المجيدي وعبد اللطيف الحموشي، هاد الجلادين تما ويا دير لي الرنطن. صافي قلت هادو الهدف ديالهم هو قبل الفلوس نتفاهم مع المجيدي، دخلوني عند الملك باش نشكر ونبوس الملك ونشكر ونقول ليه شكرا. وهذا ما كانوش باغيين زكريا المؤمن يدخل عند الملك ويقول للملك محمد السادس بغيتك تحاكم الجلادين، داكشي اللي صيفط له من فرنسا، داكشي اللي في لي كوغيي اللي تيقول لك هذه الرساله اللي صيفط لنا، داكشي اللي صيفط لهم في لي كوغيي هو يردوا لي الاعتبار ديالي، تحقيق العداله، محاكمه الجلادين عبد اللطيف الحموشي ومنير المجيدي. هذا هو اللي كان مكتوب، هذا الشيء هو اللي كنت باغي ندخل عند الملك ونقول له في وجهه. وهنا غادي نعطيكم الدليل القاطع، الدليل القاطع على هذا الشيء اللي تنقول، وتبعوا معايا مزيان. هذا الشيء كان في مارس، 3 مارس حتى 6 مارس 2013. ياك انا رجعت لباريس، هضرت مع وزير الداخليه وقلت له
كنهضر مع العداله، على تحقيق العداله، محاكمه الجلادين. وهنايا غنخليكم تسمعوا هذا الانفستيسمون، كتهضر مع الزوجه ديالي وكتهضر مع على لا ريباراسيون دو جوستيس، غنخليكم تسمعوا هنا. Dans ce genre de discussion, vous parlez de réparation de justice, mais je vous dirais que là, il est, en tout cas, à mon avis, mmh. dans le cas où je suis, mmh. la justice, pour moi, il n'est pas question de revenir en arrière. Bon. كيفما سمعتوا هنايا الخوت، وزير الداخليه كيهضر مع المدام تيقول ليها دابا انت كتهضري معايا في هذا الموضوع، تي مو بارل دو ريباراسيون دو جوستيس، كتهضري معايا على تحقيق العداله. لا جوستيس بور موا اي ني با كيستيون دو ريفونيغ اون اغيير، يعني العداله ما يمكنش تهضروا ليا على العداله، ما كاينش. واش فهمتوا؟ واش كاين شي واحد نصاب كينصب على الدوله وكيبتز الملك كيقول له عطيني الملايير وكيمشي فرحان وكيوصل تما تيقول لهم عطيوني تحقيق العداله؟ ها الواقع اللي خباو، ها الحلقه المفقوده. انا قلت لهم تعويض، شكرا مرحبا، حقي هذاك من حقي، تعوضوني على السنين اللي تعذبت، على هذاك التعذيب، على الاعتقال التعسفي، على داك الشيء كامل. ولكن هذا التعويض عنده واحد الحلقه وحده اخرى اللي ما كيتفارقش معها، محاكمة الجلادين، محاكمة الشفار والنصاب والجلاد منير المجيدي، ومحاكمة الجلاد والخبيث مخرج الأفلام الإباحية عبد اللطيف الحموشي. واش دابا الشعب المغربي كتشوف الصورة مزيان؟ واش كيبان لك هاد المجرمين اللي كيصوروا الناس بدون علمهم؟ ودابا هنا الخوت خدموا معايا عقلكم، دابا هذا نصاب الملك دار معاه هادشي كامل، هادشي كامل داروا معاه، ودابا هاد النصاب ها هو عندكم في وسط المغرب، في وسط المغرب فلوطيل جالس مصورينه وكلشي عندكم، ياك كتقول عندكم الاثباتات، يعني مصوريني كنشد الفلوس، هضرين معايا على كنقول لكم كنبتز الملك ب 5 مليون اور، علاش ما ديتونيش حاكمتوني؟ وانتوما انت المؤسسه الملكيه، انت الاحكام تصدر باسمك، باسم الملك، علاش ما حاكمتوني؟ شرحوا هذه للشعب المغربي. علاش عطيتوني الفلوس؟ شرحوا هذه للشعب المغربي. علاش جالسين كتفاوضوا معايا على الملايير؟ شرحوا هذه للشعب المغربي. الى ما كانش تما كاينه التعذيب، اختطاف، احتجاز، اعتقال تعسفي، الى ما كانش تما كتهضروا معايا في الاول على التعويض المادي. علاش؟ وهنا الخوت كنشوفوا عاوتاني المخابرات الملكيه والذباب الملكي تقارنوني بداك جوج صحفيين اللي في فرنسا. ما يمكنلكش تقارن زكريا المؤمني بطل العالم مع هذوك جوج صحفيين. هذوك مشيتو تفاهمتو معاهم في فرنسا في لو بار ديال لوتيل، تفاهمتو معاهم بيع وشراء. كيفاش؟ انا نشرحها لكم الشعب المغربي. هذوك كانوا باغيين يكتبوا كتاب فيه بزاف المعلومات على الديكتاتور محمد السادات، قالوا ليهم عطيونا الفلوس وما نخرجوش الكتاب. تفاهموا وتبايعوا وتشراو، ديك الساعه شدوهم البوليس، عطاو التسجيلات، داوهم دعاوهم وراهم في المحاكم. زكريا المؤمني البطل العالمي، اول بطل عالمي في العهد ديال محمد السادس، فهمتوني؟ وشنو طرا؟ انا يا جالسين قال لك كيهضروا معايا وكيتفاوضوا معايا وكنبتزهم، وعلاش ما شديتونيش وديتوني للبوليس والمحكمه؟ وانتم عندكم في المغرب علاش ما حاكمتونيش؟ والاحكام كتصدر باسم الملك الديكتاتور، علاش ما حاكمتونيش؟ حاجه اخرى، علاش ما دعيتونيش فرنسا؟ يعني زكريا المؤمني ما عندوش باش يبتزك، انا ما مصورش الحموشي عريان، انا ما مصورش ابو زعيطر، انا ما مصورش المجيدي، انا ما عندي ما مصور حتى شي واحد انايا، انا ما مصورش بنادم عريان وكنبتزو، انا الابتزاز هو تكون عندك شي حاجه تقول ليه عطيني 5 مليون الاورو ولا نشر لك الفيديوهات ولا نشر لك تصاور شاد القضيب ديالك، هذا هو الابتزاز. دونك هنايا باش نفرقوا هذوك جوج الصحفيين بيناتهم وبينهم ابتزاز، بغاو الفلوس باش ما يخرجوش كتاب. زكريا المؤمني هما قالوا لي التعويض مادي، تعويض مادي على التعذيب اللي تعرض له، ما عندها حتى علاقه مع هذه. وكنعاود نقولوها، علاش ما مشاوش للقضاء؟ وانا غادي نجيكم نشرح لكم علاش ما مشاوش للقضاء، انا غادي نجي نشرحها لكم مزيان وغنوريكم كيفاش زكريا المؤمني هو اللي مشى للقضاء، وهنا غادي تفهموا كل شيء. دونك هنا الخوت بينا ان الاجرام ديال المؤسسه الملكيه ثابت هنايا،
وهنايا هذا هو الخطر في الامر. راه شرحها محمد زيان، راه شرح هذا الشيء. رجعوا للفيديو اللي درنا نهار الاثنين عند الاستاذه دنيا الفلالي، وغادي تشوفوا المداخله القانونيه والشق القانوني هنايا. وكاين شي واحد كاع الا بغى يمشي عاوتاني يسول الناس اخرين، راه كاين محمد قنديل القاضي محمد قنديل، يمكن لكم تمشيو للصفحه ديالو وطرحوا عليه الاسئله في هذا الشق القانوني، ويشرح لكم هذا الشيء هذا باش تشوفوا القانون اش تيقول في هذا الشيء هذا. دونك هنا الخوت، هذاك الشيء اللي كانت ترتكبات الملكيه في حقي هو اجرام. الملك محمد السادس هو اللي جابني، هو اللي استدعاني. هذاك الملك محمد السادس كان كيصورني وكان كيتفرج فيا عريان، انا والزوجه ديالي، هذا الشيء كامل. ودابا هنايا كيفاش دابا بنادم في الوطن كيتصور، بنادم في دارو كيتصور، راه بزاف هذا الشيء هذا. هنا راه خاصنا الشعب المغربي خاصها هنا تكون انتفاضه هنايا. وفينا هما هاد السياسيين والجماعات وهذا الشيء كامل؟ فينا هما؟ هنا راه خاصكم تهضروا، هنا راه خاصكم تبينوا لينا ياك كتثقوا في هذا الملك وفي هذه المؤسسات. ايوا هنا خاصكم تقولوا للملك محمد السادس يجاوب، قولوا للمؤسسه الملكيه تجاوبكم على هذا الشيء هذا. ومن بعد منين شفت ان المغرب ما قادرش يرجع ليا الاعتبار ديالي ويحقق لي العداله ويحاكم الجلادين، فالتجأت ديك الساعه للعداله الفرنسيه. وديك الساعه رفعت دعوه، منين جا عبد اللطيف الحموشي لفرنسا رفعت عليه دعوه بالتعذيب، وعلى منير المجيدي يعني بلا كومبليسيتي دو تورتور. ديك الساعه راك شفتوا القضيه كيفاش وقعات. عبد اللطيف الحموشي هرب للمغرب، الديكتاتور محمد السادس حبس العلاقات ما بين المغرب وفرنسا، وبدات ديك الساعه لا كريز ما بين فرنسا والمغرب. هنا الخوت السؤال، عبد اللطيف الحموشي الا ما كان داير حتى شي حاجه، علاش هرب من العداله الفرنسيه؟ علاش ما جاش تواجه معايا قدام العداله؟ وشنو طرا من بعدها الخوت؟ هذا الشيء فبراير 2014، دازت المده في اكتوبر 2014، الدعوة قائمة، لي زونكيت خدامين. ديك الساعة بدا التهديدات، بداو كيجيو كيهددو تهديدات، صيفط هادي دير هادي، توصلوا التهديدات بصور بورنوغرافية مفبركة. وبالضبط نهار 14 أكتوبر 2014 كنت وصل في التليفون ديالي بواحد التصويرة، صورة بورنوغرافية مفبركة فيها متكي في الفوتوي وشاد القضيب ديالي بيدي، صورة ديال الابتزاز ديال التهديد. دونك هنا الخوت شوفوا مزيان هذه الصورة من الفيديو اللي نشرته المخابرات الملكية، يعني بمباركة الملك محمد السادس. هنايا كتشوفوا ها هي الفوتوي، الطابلة، هذاك الطابلو الفوق من اللور، وعقلوا على هذه. وهنا غادي نمشيو لهذه، ها هي توصلت بها نهار 14 أكتوبر 2014. ها هي نفس الغرفة، نفس لا شومبر. دونك هنا الخوت، هادي دابا واش هادي الدولة؟ كيفاش انا في وسط الغرفة ديالي وانت يا دير لي الكاميرات كتفرج فيا وكتصورني؟ كيفاش هاد الشيء هذا؟ ما يمكنش تكون في هاد لونيفو كتعامل مع المؤسسة الملكية، كتعامل مع الملك مباشرة، وكيجيو الناس وكيصوروك انت والزوجة ديالك، والاخطر هو كيتهددوا عليك بهاد الشيء هذا. يعني انت ملي كتمشي لتاجبتي للقضاء ورفعتي الدعاوي على هاد الناس، ما جاوش هما للقضاء. هذه اللي هي الدوله واللي من المفروض انها تمشي، داك الشيء قانوني. هي كتمارس الابتزاز، هذه عصابه برئاسه الكابون محمد السادس. كيف يعقل الخوت؟ كيفاش هذه دابا الدوله وانا اللي مواطن مشيت للقضاء، وهما اللي دوله ما يجيوش للقضاء يتواجهوا معايا ويجيبوا هذا الشيء يكون كانوا عندهم هادو دلائل؟ علاش ما جابوش هاد الشيء وما جاوش للقضاء كيهضروا؟ علاش مشاو تخباو وبداو كيبتزوني بالتصاور ديالي عريان والفوتو مونتاج والصور مفبركه بورنوغرافيا؟ زعما شاد القضيب ديالك شنو معنيتها؟ كتخلعني زعما غتصيفط لي تصويره شاد فيها القضيب ديالي ولا شنو هاد الشيء هذا؟ شنو هاد المستوى؟ هادي دابا الدوله؟ هاد الشيء اللي كنت كنقول لكم عليه سنين وسنين. اليوم المخابرات الملكيه، الملك محمد السادس خرج لينا كل شيء، كيقول لكم ها هو الدلائل. هذا السيد هذا فعلا هذا الشيء كامل اللي كان كيقول هذه الحقيقه ديالو. هنايا الدليل القاطع على انني تعرضت للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاعتقال التعسفي، والا ما غيجلسوش معايا الطبله، والا ما غيستدعيونيش، والا ما غيكونوش هاد العروض كاملين. راه ما يمكنش تكذب على الشعب المغربي تقول لهم نصاب، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش.
زكريا المؤمني بطل عالمي بزز منكم. زكريا المؤمني فرعكم. زكريا المؤمني جاب الأدلة. زكريا المؤمني ولأول مرة في تاريخ المغرب كيحط لكم تسجيلات ديال الأثر الملكي، المدير ديال التشريفات الملكية والأوسمة. لأول مرة في تاريخ المغرب كيحط لكم تسجيلات ديال وزير الداخلية كيدفع. ولأول مرة في تاريخ هذه المملكة البنانية المخابرات الملكية تخرج فيديوهات ديال الدليل على كل ما طرى لزكريا المؤمني. وهنا اللي بغيت نقول لكم الخوت، هذه يعني اليوم الملكية الملك محمد السادس وصل لواحد الحالة من اليأس، اللي يعني لدرجة الانتحار. لأن هذه راه بمثابة الانتحار. راه بنادم ينتحر وما يخرجش لك هذا الفيديو، هذه راه بنادم ينتحر وما يخرجش لك هذا الدليل القاطع الساطع اللامع. أي حاجة، هذا راه دليل قاطع على أساس أن المخابرات هي اللي كانت كتصورني وهي اللي تهددت عليا وهي اللي ابتزتني بصور بورنوغرافية موفبراكة. راه هادشي راه خطير الخوت. راه اليوم راه هاد الملكية ما فهمتش شنو واقع عليها. أمالكي الملكية محمد السادس اش واقع عليك؟ واش ما كتاخدش الدواء؟ ما كتشربش الدواء ديالك محمد السادس؟ راه هادشي راه بزاف محمد السادس، راه ما يمكنش يدخل العقل. انا راه كنهضر معاكم الخوت ومازال ما متيقش. راه بشكل هادشي هذا، هادشي راه هو وصل عند السلطات الكندية والمحامين هنا والمحامين في فرنسا. لأن عاودت نقولها لكم، مسطرة مفتوحة في فرنسا. وغادي نوريكم الصورة الثانية الخوت، وهنا كما كتشوفوا الصورة الثانية كنتوصل بها نهار 25 نوفمبر 2014 وكاتب ليا 2 سور 57 جوج على 57. ومن بعد الخوت أنا يا زكريا المؤمني أشنو درت؟ مشيت التجأت للقضاء اللي كان من المفروض هاد الدولة لو كانت عندها شي دليل كما كتقول، ولو كان عندها شي دليل علاش ما شدتنيش في المغرب. هذه راه دولة عباد الله، راه بالاسم ديالو تصدر الأحكام. هادو علاش ما شدونيش في المغرب وحاكموني؟ هادي راه الدولة راه الملكية، كان من يمكن هذيك الساعة تشدني وتحاكمني وتقول لهم هذا هو جا كيبتزني. دابا هنا غير بغينا نفهمو كيفاش انت محمد السادس ملك المغرب ديكتاتوري انا عندك في وسط المملكة ديالك، وجالس كنتهدد عليك وجالس كنبتز فيك وتنقول لك عطيني ولا غادي نهضر خايب على المغرب كما كتقولوا، وما قدرتيش تشدني، ما قدرتيش تشدني وانت كتبتز العالم. ما جيتيش كتبتز زكريا المؤمني وجيتي خايف من زكريا المؤمني. انت درويش لعنة الله عليك يا المجرم يا المبتز، وانت العالم كامل كيعرفك مبتز اليوم، وكتجي كتكذب عليهم كتضحك قدام الشعب المغربي كتلعب دور الضحيه كتقول لهم زكريا المؤمني بتزني. دابا انت راجل، دابا انت مالك، دابا انت مالك. هذه بعدا شوها، بعدا هذه شوها، تقول لهم زكريا المؤمني جالس عندي في المغرب فلوطيل ديالي وكيبتزني، كيقول لي زعما عطيني 5 مليون الاورو ولا ما عرف شنو غندير لك. وانت يا المجرم، كنعاود نقولها لك، كتبتز اسبانيا والاتحاد الاوروبي كتبتز فيه، فاتح الحدود كتلوح الاطفال القاصرين كتلوحهم للبحر يموتوا. يا المبتز يا المجرم، والعالم كامل كيشوفك مبتز يا المجرم. وانت كلشي في يدك، كلشي في يدك. يمكن لك ديك الساعه تشدني تغبرني، دير لي ابراكادابرا نغبر، وماك ما درتيهاش يا المجرم يا الجلاد. ودابا جاي كتكذب على الناس، وعلاش ملي مشيت كندعي كتصيفط لي التصاور ديال البورنو؟ ابراكادابرا صيفط التصوير عليا انا لزكريا. ها انت، ها انت راك شاد القاضي، ها عندك تقول هكا ولا هكا، الا ما سحبتيش الدعاوي راه غنديرو لك هادشي. ها شتي المجرمين؟ يا المجرمين يا الجلادين، تبتزني بالتصاور عريانين، بالتصاور عريانين. واش وصلنا لهذا المستوى؟ واش عرفتوا شنو هو هذا المستوى؟ والعصابات ما كيديروهاش، العصابات ما بقاوش كيديروا هذا الشيء. العصابات ولا عندهم واحد لو كود دونور، الا عرض عليك رئيس العصابه كيحترم داك، كيقدس ديك، لان كيكون خايف على السمعه ديالو. السمعه ديالو تخرج وتقول لهم وكيفاش وكان عارض عليا ال كابون وصورني انا والمدام. حتى هذوك الناس الاخرين يقولوا واو هذا رئيس العصابه ماشي راجل، ماشي فعايل الرجال هذه، وهذا ملك البلاد عباد الله، ملك البلاد يستدعيني وكان جي وكيصورني وكيتهدد عليا بتصاور عريانين. وعباد الله واش كتفهموا هذه؟ والمغاربه والشعب المغربي، وكنهضر مع جميع الفئات في الشعب المغربي، واش كتفهموا ان ملك البلاد وضعيف بزاف كيتهدد على زكريا المؤمني وبتصويره عريانه بتصاور عريانين وبصور بورنوغرافيه مفبركه؟ واش فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ وهادشي ما يمكنش تكون دولة. وعرفتوا شكون حاكم المغرب دابا؟
وعرفتوا دابا شكون هو اللي حاكم المغرب، كيصور عباد الله وكيبدا يتهدد عليهم بالتصاور عريانين، وهذا هو الملك ديال المغرب. وديك الساعه الخوت انا التجأت للقضاء، وكما كتشوفوا هنايا، وهنايا هما كيشرحوا يعني شنو كاين، شنو شافوا في دوك التصاور. وديك الساعه نهار 3 ديسمبر، يعني ديك الساعه مشيت هضرت مع المحاميين، عطيتهم هاد الدلائل، وجدنا الدوسي، ومشيت رفعت دعوه. دابا هما اليوم غير عطاونا الدليل القاطع باللي داك التصاور هما اللي صيفطوهم، هما اللي كانوا كيتهددوا عليا. هاد الفيديو اللي خرجوا اليوم هي دليل قاطع على داك الشيء اللي كان بدا، وهاد الشيء هذا غانتوما غتشوفوا المستجدات ديالو مع القضاء قريبا ان شاء الله. دونك هنا الخوت اي باش تفهموا، اللي عنده شي قضيه عادله ما كيخافش يمشي للقضاء، ما كيخافش من القضاء، كيمشي للقضاء براسو مرفوع، براسو شامخ، وكيتواجه مع اي واحد. وهذا الشيء اللي كنقول لهم من 2014، اجيو تواجهوا معايا يا المجرمين. عبد اللطيف الحموشي، امونير المجيدي، الملك الديكتاتور محمد السادس، اجيو تواجهوا مع زكريا المومي امام القضاء. مالكم ما قادينش؟ مالكم خايفين؟ مناش خايفين؟ خايفين انكم تعتقلوا يا المجرمين، لانكم جلادين، لانكم جواسيس، لانكم كتشسوا على الناس، كتصوروا الناس، كتبتزوا الناس. وشكون هو هنا دابا الشعب المغربي؟ الله يخليكم، شكون هو هنا المبتز؟ واش اللي مشى للقضاء، ولا اللي كيصيفط داك التصاور عريانين تيقول لك الا ما سحبتيش الدعوه راه غنشر لك التصاور ديالك عريان، وانت نشر التصاور ولا نشر اللي بغيتي، وانت كيسحب لكم زكريا المومني كيخاف، والمساخير، وانتم نسيتوا انا في الحبس ودوزت التعذيب، وفي الحبس وفي الحبس ما حلتش لكم الراس، الملك مصيفط لي المراسل ديالو للحبس كيهضر معايا، كيتفاوض معايا وتيقول لي راه غتخرج نهار العيد ميلاد ديالك. واش كيصحاب لكم زكريا المومني كيخاف من شي حاجه؟ هذا الفيديو الخوت دابا اليوم عرفتو وقتاش التاريخ ديالها، نهار 3 مارس حتى نهار 6 مارس 2013. حنا اليوم راه بقى لنا والو ل 2022، ومن 2013 حتى 2022 دابا عاد باغيين تغيروا وتكذبوا على الشعب المغربي، كتقول لهم ها هو النظام، النظام اش من نظام؟ زكريا المومني كان كيناضل على القضيه ديالو، كنت كنناضل على القضيه ديالي، كانت عندي قضيه كندافع معاكم عليها. من بعد منين عرفت ان في المغرب حتى واحد ما يمكن يكون ياخذ الحق ديالو، ان بزاف ديال الناس مظلومين، ومنين عرفت ان الملك محمد السادس ما يقدرش يحقق لك العداله، فمن تما بديت كنناضل على الشعب المغربي كذلك، كنناضل على القضيه ديالي وعلى الشعب المغربي كذلك. واش فهمتي؟ راه ما يمكنش تقول لي خاصك تزاد تبدا تهضر على الناس، ما يمكنش نهضر على شي واحد، خاص الناس تما تنوض تهضر على راسها، خاص الناس تنوض تهضر على راسها. وكنت كنهضر على القضيه ديالي وكندافع على حقي ديك الساعه، ما عندي حتى علاقه لا مع النضال ولا حتى شي حاجه، كنت كناضل من اجل القضيه ديالي وراسي مرفوع ومفتخر بها، ما حنيتش على الراس لحتى شي واحد فيهم، ومشيت معاكم لابعد مدى، وجبت جميع الدلائل اللي كيبينوا الاجرام ديالكم يا المجرمين والفضائح ديالكم. ولكن من نهار تاكد ليا ان الملك الديكتاتور محمد السادس ما كيحققش العداله للشعب المغربي، فتما بديت كنناضل من اجلي ومن اجل الناس الاخرين، من اجل الشعب المغربي، من اجل جميع الضحايا الاخرين اللي تعذبوا. واي انجاز كنجيبو في العداله وفي القضاء، واي صفعه للديكتاتور محمد السادس، فانا كنهديها اولا للضحايا اللي تعذبوا، والناس اللي مظلومين، والناس اللي في السجون، وكذلك للشعب المغربي. دونك فهمتوا مزيان اليوم؟ دونك هنا الخوت كيبان ليا ان القضيه ولات واضحه، كل شيء باين، الحلقات المفقوده بانت لكم، بينتها لكم ووضحتها لكم، وراه ما يمكنش الخوت، راه ما يمكنش اي حاجه دازت غادي تقولها لي ديتاي وداك الشيء، راه ما يمكنش، لان الا جيتي تعاود لي ديتاي ولا تكتبهم ولا دير، راه خاصك مؤلفات. اليوم كنتحدى الملك محمد السادس، كنتحدى الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي، كنتحدى منير المجيدي، وجيبوا هاد الدلائل واجيو للقضاء. انا كنتحدى الملك محمد السادس يجيب هاد الشيء ويجي للقضاء. يا قال لك كنبتزو، يا قال لك انا بتزيتو، ومرحبا بك محمد السادس اجي للقضاء. واش انت دابا ملك؟ انا كنتحداك امام الشعب المغربي، الا كنتي ملك فعلا ملك، اجي امامي للقضاء، ادعيني، ادعيني. هادشي انا خرجت وضحت للشعب المغربي، وضحت لكم هاد الناس هادو راهم خبيرين في الاخراج،
وفي هادشي ديال الفبركه وهادشي ديال راه يجيبك انت كتغني كاع راه كاين هادشي هذا هادشي هاد الالاعيب ديال المخابرات الملكيه والملك انا كنقولها لهم مباشره وها هي امام الشعب المغربي ياك انا مبتزكم ياك انا بتزيت الملك ياك عندكم الدليل عليا ياك عندكم التصاور والفيديو شاد الفلوس يلا الملك محمد السادس اجي كنتحداك اجي للقضاء كنتحداك اجي للقضاء الا كنتي راجل الا كنتي ملك فعلا ملك المغرب اجي للقضاء اللي بغيتي كندا فرنسا اللي بغيتي عندك الاختيار ايوا هنا بين للشعب المغربي اللي نعرفك ملك فعلا الملك محمد السادس كنعطيه تحدي واحد اخر نتحداك محمد السادس تمشي لفرنسا كنتحداك الملك محمد السادس تمشي لفرنسا وعلن عليها ماشي تمشي تخبى وتجي تقول لنا انا تصورت حدا لا توغ ايفل لا لا وترجل معنا شويه وقول غدا غادي نوصل لفرنسا وغندوز فيها 3 ايام وتحداني يا محمد السادس انا كنتحداك دابا انت مالك وشكون اللي مالك دابا انت ولا انا كنتحداك انت محمد السادس ها هو الشعب المغربي كيشهد ها انتما الخوت ها انتما الشعب المغربي واش كاينه شي حاجه اكثر من هذه واش كاينه شي حاجه اكثر من هذا الشيء هذا انا دابا نكون ملك ويجي شي واحد يقول لي بحال هكا ودابا دابا نخرج في التلفازه مباشره ندير خطاب ونقول لهم انا غادي لفرنسا اليوم وغندوز في هذا الاسبوع يلا محمد السادس ترجل بين لنا انك ملك انا الخوت وضحت لكم كل شيء وحنا كنتسناو نشوفوا المؤسسه الملكيه الملك شنو غايدير اوكي دونك هنا الخوت كنعاود نقول يجب محاكمة الجلاد والديناصور الكبير محمد السادس على الإجرام ديالو اللي ارتكب حق الشعب المغربي وكذلك الجلاد والخبيث مخرج الأفلام الإباحية عبد اللطيف الحموشي وكذلك النصاب والجلاد منير المجيدي الكاتب الخاص ديال هذا الديكتاتور وكما وعدناكم دائما الخوت أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الديكتاتور محمد السادس أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس خوتي المغاربة خواتاتي المغربيات نتمنى لكم يوم مبارك موعدنا الحلقة المقبلة السلام عليكم مع السلامة